بعد ما خلصت فيديو الكلام على مباراة الزمالك وانبي ورفعته، ولقيت شخص محترم كاتب لي في الكومنتات هو ايه اللي ميدو قاله على كاس الامم الافريقيه والجزائر ده. قلت ميدو والجزائر وكاس الامم الافريقيه؟ اخر كلام كان مع ميدو واخر طلعه طلعتها انا وميدو اللي هو كابتن احمد، ما تتكلمش تاني عشان انت شطبت عالمي. وشكلت له ابو الانوار وقتها لانه كان عامل مشكله مع احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، وكانوا بيخبطوا ببعض وبيقول له مراتك اللي بيلعبك في المنتخب يا كوكا، وفي الاخر مرات كوكا طلعت برتغاليه. يعني ميدو كان بيقول ان مراتك مصريه وعندها علاقات وعشان كده بتلعب في منتخب مصر سببها، فكوكا قال له مراتي برتغاليه يا باشا انت بتهبد اساسا. فكابتن احمد حسام ميدو ايه اللي هيدخله في موضوع الجزائر؟ قال لك لا ده هو كان بيتكلم على كاس الامم الافريقيه 2004. اللي هو كاس الامم الافريقيه 2004 يا ابن اللعيبه يا ميدو، انت لسه فاكر؟ طب هيقول ايه بقى؟ الله اعلم. كل ناس كتيره جدا، عصام عبد المنعم، كل ما اتخانقتش مع محسن صالح. لا ناس كتير ما اتخانقتش معاه، ما اتخانقتش مع خاتم جوهري، ما اتخانقتش مع خاتم محسن، ما اتخانقتش. مسيطر على المنتخب ايامك خالص الصراحه خالص. انت بتحط التشكيل ولا الهوا ده هو ماتش تجيب لعيبه خالص؟ مين قال لعيبه؟ بسال شو بيتكلموا بثقه اللي هو انا عارف بس مش هو. حضرتك كنت بتمشي ولا في مصر؟ لا ما كنت في مصر. طيب اللي حصل كالاتي في 2004 وبقول لحضرتك بالفعل اللي حصل وحياه اولادي وده اللي حصل. طبعا انا كنت واحد من الليدرز بتوع الفرقه، كنت واحد من نجوم البطوله بحكم ان انا كنت بلعب في مارسيليا وعامل الدور الاولاني، كنت جاي لسه جايب جون في ريال مدريد، فكان كنت من النجوم المركز عليها اعلاميا في البطوله. يعني حقك فعلا ميدو في فتره من فترات في تاريخه كان مهاجم جامد جدا، مهاجم كويس جدا جدا، بس مش عارف حصل دروب غير طبيعي في مستواه كده. فاكر اياميها انا وايتو وضيوف وكانوا من نيجيريا كنا يعني. ف الماتش الثالث الجزائر بتلعب زيمبابوي تقريبا الناحيه الثانيه وانا بلعب الكاميرون. فقبل الماتش بيوم كابتن محسن صلاح وكابتن صلاح حسني والاثنين موجودين يعني سالوهم، كان ساعتها اثنين لعيبه كبار جدا في المنتخب تمام، الاثنين يعني كانوا زعلانين ان هم ما بدأوش ماتش الجزائر، كانوا زعلانين جدا. والمصيبه الكبيره اللي واجهتهم، هروح نسال كابتن صلاح حسني وروح نسال كابتن محسن صالح ان كان في ناس زعلانه ان هي ما لعبتش. انت ملاحظ انك بتقول فضايح في البطوله دي؟ على فكره احنا كان عندنا مجموعه لعيبه تقدر تفوز بالبطوله طبعا، لكن طب ازاي طبعا وازاي كان معانا مجموعه تفوز بالبطوله ومع ذلك تلعب من الدور الاول؟ ما ربنا يعرفه بالعقل برضه، نبطل هكس بقى. في انقسام كبير جدا جوه الفرقه، كبير جدا. طلع بيفضح اللعيبه الكبار اللي ما لعبوش بشكل اساسي في اول مباراه وتاني مباراه. يوم المباراه الثالثه ماتش الكاميرون كان في خمس ست لعيبه الصبح بعد الفطار بيعوموا في حمام السباحه. لا ودي فرقه رايحه تاخد بطوله بسم الله ما شاء الله، يعني اللعيبه عندهم ماتش ومع ذلك بيعوموا في حمام السباحه اللي هو قمه الاستهتار ومنتهى عدم الالتزام. ونروح نسال كابتن محسن صالح ان الكلام ده حصل ولا لا؟ ده معناه ان كابتن محسن صالح كيس يعني ده بجد والله. انت مش ملاحظ كده ان انت بتخبط في كله؟ مدرب الفرقه بتاعته بتعوم في حمام السباحه والماتش النهارده يا نهار اسود وميال. لا وناخد البطوله سباحه بيعوموا بيهزروا بيلعبوا كوره. ده كمان الفرقة حصل فيها انقسام كبير. انتوا فرقة نور. قبل الماتش بيوم الكلام اللي انا بقوله ده يعني كلام ما فيهوش ولا كلمة ما حدش قاله قبل كده. ولا حد هيقوله دي فضايح يا ميدو، ومين اللي هيقول الكلام ده؟ قبل الماتش بيوم كابتن صلاح حسني وكابتن كابتن صلاح حسني يعني ربنا يديله الصحة وكابتن محسن صلاح ربنا يديله الصحة بعتولي. يا ريتهم بعتولي ده انت فضحتهم. هتبدأ بكرة. هنلعب بقى. الناس الكبار دول. الناس الكبار. هنلعب 4 3 3. وهنلعب 4 3 3 وانت دي حلقه تسريبات يا باشا. ده ميدو قاعد يفضفض على كل حاجه حصلت. يخرب بيتك يا بعيد، يعني انت عشان تطلع ترند شلفت الفرقه وشلفت اللي كانوا موجودين وقتها، والناس طبعا هتقعد تدور على مين اللي لعب ومين اللي ما لعبش. هتلعب راس حربه وهو هيلعب على يمينك وفلان على شمالك. مين بقى فلان؟ مش عايز اقول اسماء. لا مش عايز اقول اسماء. يا سلام. ف رحت له قال يا ميدو انا مصاب عندي عضله خلفيه مش هلعب. اللعيب مش هلعب. انسى لو هو كان سليم مش هلعب. دي فضايح. رجعت رحت اخرب بيتك يا ميدو للكابتن محسن صالح قلت له فلان مش هيلعب. انسى يا كابتن. قال انسى يا كابتن. روح ارجع قول لفلان واحد تاني لعيب كبير. انت هتلعب على اليمين وميدو راس حربه وفلان على الشمال. رحت له الاوضه اللي هو ده مش هيلعب. طب ميدو معلش ممكن تروح للنجم التاني تشوفه عنده حاجه ولا لا؟ الله يخرب بيتكم، ده انت كنت منتخب عره ومش عارف يقول لك ايه ناخد بطوله ايه؟ العظيم يا ولد اللذينه. قلت له نلعب وهنكسب صدقني كنت بتحايل عليه هنكسب وهنكسب الماتش ده. قال لي يا ميدو لو جابوا لي حياه اولادي والنعمه دي ان ده اللي حصل. لا الفرقه عندنا واضح ان هي كان عندها جرعه وطنيه عاليه قوي اللي هو مش هو ما رضيش يلعبني وربنا ما هلعب وربنا ما هلعب. لو جبت لي مين مش هلعب اللي هو يا لو الفرقه تاخد البطوله زي ما قال كابتن احمد شوبير يخرب بيتكم. رجعت
حسين؟ قلت له فلان. دي اللذينه. انسى. قال لي طب خلاص اميتو. مش غيرك كده اميتو. بلال هيلعب راس حربه وانت هتلعب ناحيه الشمال. قلت له لا. كابتن هي دي الحاجه الوحيده دخلت فيها. بس. يا كابتن دخلت في حاجتين. الفضايح دي يخرب بيوتكم مع بعض. يا كابتن انا مش هعرف العب وينج ليفت. لو انت ناوي تلعبني وينج ليفت قعدني احتياطي انا ما عنديش مشكله. وابدا بطارق السعيد لعبه كوينج ليفت وانا اقعد احتياطي ولعب بلال. لكن انا ما بعرفش العب وينج ليفت صدقني يا بوحش ما ينفعش. بس فالراجل قال لي خلاص سيبني افكر. وفي المحاضره الحاجه الثانيه اللي دخلت فيها ان انا قلت له في ماتش الكاميرون ده ارجوك ابدا بحسام غالي لانه لعيب كويس. خد مخاطره وابدا بيه. وفعلا حسام غالي لعب وكان مانو في ده ماتش. حسام غالي هيطلع يشلفه لو خبط فيه. انا حسام غالي الثاني ابن لذينه. 0-0 كسبنا زيمبابوي خسرنا من الجزائر وتعادلنا مع الكابتن. انت عارف الماتش ده حصل فيه ايه؟ بقول لك الكلام ده للتاريخ. قول التاريخ يا ميد. قول يا حبيبي. انت طلعت تتكلم في فضايح. تاريخ ايه؟ كان الجزائر بتلعب الناحيه الثانيه مع زيمبابوي. عرفنا يا ميدو. حصل اتفاق ما بيننا وما بين المنتخب الكاميرون في وسط الماتش ان احنا النتيجه هناك 0-0. فلو طلعنا احنا 0-0 احنا والكاميرون نصعد. تمام. كسبت بقى ساعتها. فاشلين حتى في المؤامرات. يعني فاشلين حتى في المؤامرات. رحت عملت مؤامره وقلتك فلحت ونجحت وصعدت. لا ده انت بسم الله ما شاء الله طلع تقول ان احنا رحنا اتفقنا مع منتخب الكاميرون ومع ذلك اتعادلنا وطلعنا من البطوله اللي هو يا اخي. طب نجحت؟ لا ما بتتكلم ليه يعني؟ قلتك نجحت فيها حتى. الجزائر كسبت 4-1 من الشوط الاولاني. فالمهم دخلت الشوطين كان زمان بقى مفيش سوشيال ميديا ولا بتاع مش عارف انت. فدخلت سالت كابتن مصر. اخي فاشلين حتى في المؤامرات يعني اللي هو دول ما الجزائر متعادله. طب الجزائر كسبان 4 طب نلعب بقى. لا احنا مكملين ليه؟ اصل انا مش عارفين الماتش هناك كام. كابتن محسن وكابتن صلاح حسني الناحيه الثانيه كام؟ كان هناك 4. قال لي 0-0. لا مسيطرين على الفرقه ولا عارفين النتائج ولا عارفين اي حاجه. هم كانوا شغالين بيعملوا ايه؟ لا والله بجد يعني الكلام ده ما يقلش من منتخب الجزائر. ده بالعكس انا بقول لك ان احنا كان عندنا كميه فضايح غير طبيعيه. انت فاهم غلط والله. انت فاهم المؤامره ضد الجزائر ان هو احنا عملنا لا يا باشا كانت مؤامره مضحكه اساسا. دول عاملين مؤامره كوميديه والله يا اخي. يخرب بيتك. اول حاجه عملتها سونج. جبت سونج وقيتو سامول ماتش نل. احنا الاثنين ماتش نل نسعد. احنا الاثنين بتاع صابوا لقيته كان عايز يقول له يا ابن العبيط الجزائر جزمان هناك. لا يخرب بيتكم يا اخي. لا هنا ولا هنا. وطلع لقى الجزائر كسبانه زيمبابوي هناك يا ولاد اللذين. 0-0. فالماتش لما خلص لقيت ناس زعلانه جدا. قلت لك يا ابن العبيط الماتش هناك ده 4. حتى انا فاكر كويس جدا. يا ام على مامراتكم. كسبت ولا الجزائر اللي كسبت؟ مش عارف. زيمبابوي كسبت الجزائر 1-0. مش عارف كان فين كان. او 2-1 زيمبابوي كسبت الجزائر. ما اعرفش. ممكن او زيمبابوي اللي صعدت؟ حاجه كده يعني. يعني احنا على الجزائر صعدنا. الله يخرب بيتكم. كان بطل ضحك بقى. حرام عليكم. ايه التاريخ الفضايح ده؟ ده يمكن هي رزقت عشان ابو كريم عارف ان انت ما فيكش مصلحه اساسا. يعني يمكن والله ربنا كرمنا في 2006 و8 و10 ان ميدو ده ما كانش معانا. يا ناقصه نحس يا راجل. بس كان الماتش خلصان من الاول. ما ادري. ما حدش بيقول لنا. ما حدش كان عارف يعني. ما حدش كان فاضي يعرف حاجه. بلال نزل شاطها على الجون فوق العارضه كده. اللعيبه كان عايزين يضربوه. احنا متفقين يا بيه. صار فيها الكاميرون والجزائر. ايوه اللذينه. الكاميرون والجزائر. يعني الجزائر كانت كسبتنا واعتقد كانت اتعادلت مع حاجه كده يعني. حاجه كده يعني. والماتش خلص وبعد الماتش لقيت الناس زعلانه جدا. يا جماعه عشان ما عامل مؤامره ومش عارفها يا ابن. ما حدش قال لنا قصه. ما حدش كان بيرد عليه. لكن هو ده اللي حصل. بيقول لك ميدو بقى واتفق على تفويت المباراه واتفق مع سونج. طب ما هو فعلا كده اتفق يا كابتن شوبير. المشكله ان هو اتفق وما كانش عارف نتيجه الماتش اللي هناك كام. يعني عارف اللي هو لو اتفق ومتابعين هناك دقيقه بدقيقه. لا كنا الحاجات دي بنستحي نعملها في الناشئين عندنا هنا. بس ميدو طلع قال الكلام ده مش عارف يا اخي. بس هو فعلا كده اتفق مع ايتو سونج. بس عملنا مؤامره غبيه يعني اللي هو يا ريتنا عملنا مؤامره ناجحه. ده احنا عملنا مؤامره غبيه وفي الاخر طالعين نفضح الدنيا. اللي هو يا اخي يعني في المؤامرات فاشلين وفي اللعب فاشلين وفي السيطره على الفرقه فاشلين. حرام عليكم. انا مفيش فيديو عدى عليا يضحكني بالطريقه دي. ده رضا عبد العال فشل ان هو يضحكني وفيديوهات اللي انا كنت اتفرج عليها على امل ان انا اطلع بضحك منها ما عرفتش. بس الفيديو ابن اللذينه ده فشل في كل حاجه. لعيبه مش راضيه تلعب.
لعيبه مش راضيه تلعب، ومدرب مش عارف يسيطر، واداره مش عارف يسيطر، ولا عارفين النتيجه كام، ولا عارفين اي حاجه. اخي ربنا يديمكم في حياتنا عشان تضحكونا والله يا اخي يا اولاد الذين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو شاف ان الموضوع مؤامره بس ان الموضوع اعبط من كده بكتير. معلش يا جماعه الفيديو ما عجبنيش، بس هي الفيديو بصراحه ضحكني جدا، ما عصبنيش، الفيديو بيضحك بس ما بيضحكش، لان انت لو خدت الموضوع على صفه الجد هتضحك، مش هتلاقي نفسك بتتكلم على مرات والكلام ده.